نظمت جامعة طنطا 4 قوافل تنموية طبية شاملة في قرى كفر عبد الرحمن، مركز زفتة، وكفر الباجة، مركز كفر الزيات، ونمرة البصل، ومحلة حسن، مركز المحلة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى. كما شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 5047 من المواطنين من خلال 15 عيادة متنقلة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 329 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان. شهدت القافلة تقديم 7951 خدمة بيطرية.